نتحدث بداية عن فقدان المنظومة الوطنية الكهربائية 7500 ميجا واط، والسبب يعتمد أو يعود لتوقف إمدادات الغاز الإيراني. برأيك أو آمنا بالله أن إمدادات الغاز معتمدة في العراق على إيران فقط، إذن متى يستثمر موضوع الغاز المحترق المصاحب للنفط حتى على الأقل نستفيد منه في توريد الطاقة الكهربائية في البلاد؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وإلى المشاهدين الكرام. نعم، أكيد الاعتماد في استيراد الغاز على الجارة إيران يسبب مشاكل كبيرة في مقدمتها التي يعني نواجهها هذه الأيام. يعني هناك نقص 7500 ميجا واط بسبب العجز الموجود الآن حاليا في إيران الناتج من انخفاض درجات الحرارة. هناك عجز في إيران بحدود 250 مليون متر مكعب يوميا، وهذا حسب تصريح وزير النفط الإيراني. ايضا ما يحصل داخليا، هناك يعني انخفض امدادات الغاز الى محطات او مصانع الحديد والصلب بحدود الثلث. المجمعات البتروكيماويات بدات باربع مجمعات، واخر اخبار تشير الى انه 10 مجمعات بتروكيماويه ايرانيه توقف امداد الغاز عنها بسبب توجيه الغاز الى سداد الحاجه المحليه بسبب انخفاض درجات الحراره. وبالتالي اليوم الاعتماد على الخارج في كل الاحوال والظروف يجعل من الاقتصاد متغير تابع لكل المتغيرات المحلية التي تحصل في البلد المصدر للغاز، وهذا ما يحصل حاليا. ونفس المشكلة تكررت في سنوات سابقة. يعني أكيد اليوم إيران تفضل مصلحتها الداخلية على حساب المصلحة الخارجية. هذا أعتقد درس مهم لدى أصحاب القرار. يعني يفترض أن يكون هناك توجه حقيقي نحو استثمار الغاز المصاحب، وهذا ممكن أن ينطوي على اتجاهين. الأول أنه يسد الحاجة المحلية، وهذا ممكن أن يكون بشكل تدريجي وتقليل الاستيرادات، وبالتالي الجانب الثاني ممكن أن يتمثل في تقليل مستوى حرق الغاز. يعني سنويا العراق يحرق ما يقارب 18 مليار متر مكعب، وهذا يمثل قيمته ما يعادل 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى هذا الهدر الاقتصادي، هذا يمثل يعني تلوث بيئي كبير، يعني انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع العمليات النفطية التي تترافق مع ذلك تسبب ما يقارب، يعني ارتفعت بحدود 150 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وارتفعت بنسبة 300% في السنوات الأخيرة. هذا بحد ذاته أكيد يعني يفترض أن تكون هناك توجهات حقيقية في اتجاهين من أجل أن تكون سداد حاجة المحطات الكهربائية التي تعتمد بنسبة 70% على الغاز. ممكن أن تكون بشكل محلي، وممكن أن يعني نتخلص من الهدر المالي ومن الاعتماد والكبير، وكذلك نخلص من كل المتغيرات التي تحصل في إيران مثل ما يحصل الآن بسبب انخفاض درجات الحرارة كما ذكرت حضرتك.